شوي خبرات ديال اليوم غنهضروا على ادريس حسن. ادريس هو من المسلمين الايغور اللي كيعيشوا في الصين. هاد السيد كان عاون صحفيين على تصوير ديال واحد الوثائقي اللي كيجسد المعاناه والاداب اللي كيعيشوها المسلمين الايغور من طرف السلطات الصينيه. من بعد هاد الوثائقي هرب لتركيا وعاش فيها لمده 12 عام هو ومرته ولادو. نهار 19 جويلية قرر أنه يدخل المغرب مع دخل مع تشد حسب مذكرة البحث ديال لانتيغبول. غافاييل بلوكسمان واحد الناشط سياسي فرنسي دار ان بوست سوغ انستغرام وبدا كيطلب من الناس باش يطاقيو رئيس الحكومة عزيز أخنوش باش ما يتمش التسليم ديال دريس لانتيغبول. افيكتيفمون الناس من العالم كامل تفاعلوا مع لو بوست ديال غافاييل وبداو كيطاقيو في رئيس الحكومة باش ما يتسلمش دريس للسلطات الصينية. اليوم ادريس حسن مهدد بالإعدام من طرف السلطات الصينية والمغرب إلا ما سلموش تقدر تكون أزمة دبلوماسية بين البلدين. هنا فين كتطرح واحد علامة استفهام كبيرة بخصوص المصير ديال حسن.